اتفقوا كل الناس على أنه مكسب حرية التعبير هو المكسب الأهم في الثورة التونسية. ظهرت وسائل إعلام عديدة جدا، تكاثر عدد الصحفيين، أصبح للصحفيين هامش أكثر في العمل بحرية بعيد عن كل أشكال الرقابة الإدارية والسياسية. ولكن هذا لا يمنع أن الصحفيين والصحافة التونسية تعيش مخاطر كبيرة جدا، فأوضاع الصحفيين الهشة تجعلهم يوميا عرضة للطرد التعسفي، عرضة للتدخل المالي والسياسي. كما أنه مركز تونس لحرية الصحافة في سنة فقط رصد اعتداءات على أكثر من 255 صحافي، وهو أكبر عدد يلاحظ في علاقة بنشطاء دفاع عن حرية التعبير. مؤسسات الإعلام التونسي سواء العمومي أو الخاص ما زالت تتعامل مع الصحفيين كبقرة حلوب، يؤدون مهامهم دون أي حماية، حتى أنه عشرات الصحفيين الذين يحاكمون على خلفية مقالات أو ريبورتاجات لا تتولى مؤسساتهم مجرد البحث عن محامي للدفاع عنهم. على هذا الأساس ولأسس أخرى عديدة، ينتظر اليوم الصحفيون من المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للصحفيين أن تلبي جملة من مطالبهم المشروعة. ولكن ما نؤكد عليه، صحيح أن هذا المؤتمر مهم جدا وناقش العديد من القضايا الهامة، ولكن ليست نقابة الصحفيين وحدها وليس الصحفيون وحدهم قادرون على تحقيق هذه المطالب، وهم يعيشون في إطار سياسي تتشارك فيه العديد من القوى. فالحكومة تتحمل جزء كبير جدا في الوضع المادي للصحفيين، كما تتحمل أيضا مسؤولية في ظاهرة إفلاس العديد من المؤسسات وخاصة الناشئة، لأنه في المرحلة الانتقالية مطالب من الدولة أن تقدم خدمات اجتماعية، مثلا معناه بتأسيس صندوق لدعم المؤسسات الإعلامية الناشئة، مواقع إلكترونية، صحف جهوية. كما أنه الوضع السياسي العام والمال السياسي ما زال يتحكم في جزء كبير من الصورة. كما لا ننسى أنه ثقافة أخلاقيات المهنة الصحفية لا تتطلب زراً نوويا لتحقيقه، وإنما تتطلب مساراً كبيراً قد يتطلب سنوات.